وفيما يؤكد العراق الرسمي مرارا وتكرارا بأنه لن يسمح باستخدام أجوائه لتنفيذ هجمات أو ردود في إطار التوتر الإقليمي، تثير عودة ترامب مرة جديدة إلى البيت الأبيض مخاوف عراقية حول مصير القوات الأمريكية، في إضافة بالإضافة إلى التفاهمات مع الفصائل حول التهدئة، إذا توقعت تقارير عراقية أن يستبدل دونالد ترامب التفاهمات مع الفصائل المقربة من إيران بالقوة. وبحسب هذه التقارير فإن عودة ترامب إلى البيت الأبيض تثير شكوكا حول مصير اتفاق سحب القوات الأمريكية من العراق الذي أعلنت الحكومة العراقية في سبتمبر الماضي بأنه سيتم في غضون عامين. وخلال فترة ولاية ترامب الأولى كانت القوى السياسية خصوصا الشيعية اتهمته بأنه ينوي حل الحشد الشعبي وأنه يدعم عودة البعثيين، وكانت كتل سياسية شيعية قد انتقدت زيارة ترامب للقوات الأمريكية بقاعدة عين الأسد في الأنبار في العام 2018 التي قال خلالها إن الجيش الأمريكي قد يتخذ العراق قاعدة لشن عمليات داخل الأراضي السورية، ودعت حينها إلى إنهاء الوجود الأمريكي في العراق. شدد رؤساء مجلس المحافظات العراقية على ضرورة تسريع إنجاز تشريع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، داعين إلى تبني توصيات المرجع العراقي علي السيستاني التي صدرت عند لقائه بممثل الأمين العام للأمم المتحدة، واعتبارها خارطة طريق من أبرزها التصدي للفساد حصر السلاح بيد الدولة. رؤساء مجالس المحافظات العراقية وفي بيان لهم عقب مؤتمرهم الثاني قالوا بضرورة توحيد الرؤى للعمل مع مجلس النواب والحكومة المركزية سبيلا لإيجاد حلول جذرية تخدم مصلحة البلاد. في هذا الإطار دعوا مجلس النواب والحكومة المركزية لدعم موازنات المحافظات لتمكينها من تقديم الخدمات اللازمة والضرورية للمواطنين. وللحديث أكثر عن هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب. أهلا بك دوما برفقتنا أستاذ نجم. برأيك يعني وفقا لتوصية المحافظات من قبل المرجع السيستاني، هل تستجيب الفصائل العراقية لهذه الدعوة بحصر السلاح بيد الدولة؟ شكرا أستاذة جزال، تحية لك ولكل متابعيك. أهلا. لا بالتأكيد، يعني أولا كثير من التفسيرات والتلويحات، وحتى حينما تحدث السيد السيستاني وأعطى توصيات هذه ليس جديدة، وإنما من كل رجال الدين ورجال الدولة طيلة السنوات الماضية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة، لكن كل طرف يفسر هذا الطلب أو هذا الحديث بما يروق له، وهذا غير ممكن ما لم تكن هناك حقيقة ثورة وفورة إدارية وكذلك وطنية شعبية من قبل الدولة العراقية المتمثلة بالشعب والمتمثلة بالحكومة، خصوصا الحكومة الحالية التي تسعى والتي سعت أن تجعل وتحاسب كل من يحاول استغلال الشعب العراقي باستخدام الأراضي وإطلاق الصواريخ أو الطائرات المسيرة على أي دولة أكانت، وهذا يحتاج إلى تضافر وتشارك حقيقي من كل قوى السياسية والمجتمعية والدينية. لكن حديث السيد السيستاني تعلمين الشخصية مقبولة لدى العراقيين سواء كان شيعة أو سنة أو مسلمين أو غير مسلمين، هذا أعتقد بعض الفصائل لا تروق لهم هذه المطالب، وما وبأن هناك أيضا يعني كما تتفضل وتقول من يقول بأن هذه الميليشيات لن تلتزم على الأقل البعض منها. نعم، لا نقول كلها، يعني أغلب الفصائل الآن هي متمثلة بقرارات الدولة واشتركت بالعملية السياسية على المستوى التشريعي وعلى المستوى التنفيذي، ونجح السيد محمد السوداني أن يكون هناك هدوءا طيلة السنتين الماضيتين، لكن ما زال هناك فصيلين أو ثلاث ما زالوا يرفعون شعار المقاومة طالما تواجد الأمريكان على الأراضي العراقية. نعم، أيضا يعني ضرورة منع التدخلات الخارجية بمختلف وجودها في العراق، خاصة وأن الكلام كثر في الآونة الأخيرة بأن العراق قد يستخدم ربما يعني في المواجهة بين إيران وإسرائيل الأراضي العراقية.
يعني أولا طيلة السنوات الماضية الأراضي والسيادة العراقية مخترقة، ليس من فقط من إيران وإسرائيل، حتى من تركيا، يعني ما زالت تقوم تصول وتجول بالأراضي في إقليم كردستان. هذا طبعا ضعف القرار السياسي وعدم وجود رؤية سياسية وتوحيد في الخطاب الإعلامي والسياسي، والانقسام الذي حصل مرة أفقيا ومرة عموديا ومرة سياسيا ومرة اجتماعيا، ووصل الانقسام إلى أصبح أسريا داخل الأسرة الواحدة. هذا حقيقة بعض القوى السياسية تحاول أن تمزق الدولة عن طريق هذه الخطابات الطائفية العرقية الإثنية. الأمر الآخر، أنا استبعد إيران تقوم بالرد على إسرائيل. كيف؟ لأن حتى حينما اعتدت إسرائيل على إيران وأطلقت وضربت وهجمت على المعسكرات أو على المعامل التي تصنع الصواريخ البالستية، كان هناك استغفال أو استصغار لهذه الضربة. لكن شاهدنا خلال الأربعة أيام الماضية بدأ تلويح بأن إيران ستقوم بالرد خلال الانتخابات الأمريكية، وأنا قلت وأقول إيران لم ولن تدخل حربا لا مع الولايات المتحدة ولا مع إسرائيل، لكن هي تستغل الفصائل أو الأطراف. وبالتالي يعني يحكى عن هدنة عدم التصعيد بين الفصائل والحكومة رغم حصول بعض الخروقات، إلى أي مدى هناك التزام بهذه الهدنة يعني وفقا لهذا الاتفاق مع الحكومة العراقية؟ يعني أولا حكومة السيد السوداني قد هدأت الوضع، يعني حينما أطلقت طائرات مسيرة من الأراضي العراقية من بعض الفصائل التي تبنت هذه الضربات على المدن الإسرائيلية، استطاع السيد السوداني بالاتصالات والمفاوضات مع الجانب الأمريكي حتى يضغط على إسرائيل بعدم الرد. وهذا طبعا يسجل لحكومة السيد السوداني بأنه منع الاستخدام الأراضي أو استهداف الأراضي العراقية أو الأطراف التي قامت باستهداف إسرائيل. ثانيا، أعتقد الهدنة استطاعت حكومة السودان طيلة السنوات الماضية السنتين الماضيتين أن يمنع أو يحجب الفصائل بعدم استهداف لا المصالح الأمريكية ولا القواعد عين الأسد والحرير في أربيل، وكذلك استطاعت وسمت من يقوم بهذه العمليات بأنها عمليات خارجة عن القانون لا تختلف عن عمليات الإرهاب. هذا الخطاب وهذا البيان أعتقد أعطى رسالة تهدئة لكل الفصائل التي تحاول استخدام برغم السلام. يعني الخروقات التي تبعناها. على كل حال دائما لهذا الحديث بقية معك أستاذ نجم، نشكر لك هذه المشاركة معنا من بغداد، البحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب.